وفاة الفنان والممثل ياسين زيدي عن عمر ناهز 47 عاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي الفنان والممثل ياسين زيدي عن عمر ناهز 47 عاما بعد إصابته بوعكة صحية. وبدأ ياسين زيدي مع الفرقة المسرحية للكشافة الإسلامية، حيث قدم في سن 14 مسرحية الصندوق والبندقية للأستاذ أوريس الذي اقترح عليه دراسة المسرح، فالتحق بالمعهد البلدي للمسرح بالقصبة. كما شارك زيدي في 26 مسرحية و23 منها حظى فيها بأدوار رئيسية بالتزامن، ودرس الإخراج وقدم محاولات فيه، وكان مساعد مخرج وممثل في مسرحتين منهما المفترسون والمهبول العاقل. وكان ياسين زيدي حاضرا في عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري مثل الجثة المطوقة والفيزيائيون والزائر والمنتحر والليالي البيضاء. وشارك زيدي في 25 مسلسلا تلفزيونيا بينهما دارنا القديمة والليالي البيضاء والميدالية والأخطاء. إن لله وإنا إليه راجعون. خالص تعازينا لأسرة الفقيد، راجينا من الله له الرحمة والمغفرة، وأن يتغمد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وزوي ومحبي الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.